هنروح بقى للقصة اللي زي ما قلت لكم الخبر الرئيسي النهاردة، أو الخبر اللي شاغل العالم كله منذ الأمس، هو موضوع عزل دونالد ترامب. نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي كانت أعلنت بالفعل في بيان رسمي بدء التحقيق في الإجراءات التي تهدف لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذكرت أنه لا أحد فوق القانون. تستجيب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوزي لضغوط الأعضاء الديمقراطيين ببدء إجراءات المحاكمة البرلمانية للرئيس ترامب بهدف عزله. وقد جاء هذا القرار الذي حاولت بيلوزي تفاديه مرارا بحجة تكلفته السياسية في خضم فضيحة جديدة في واشنطن وسط شبهات بأن ترامب ضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيقات فساد ضد نائب الرئيس السابق وخصمه السياسي جو بايدن. أعلن اليوم أن مجلس النواب سيمضي قدما في تحقيقات رسمية بشأن المساءلة البرلمانية. سأوجه اللجان الست في مجلس النواب للمضي في تحقيقاتها تحت هذه المظلة. يجب محاسبة الرئيس ولا أحد فوق القانون. وستعكف هذه التحقيقات على بحث ما إذا كان ترامب استغل منصبه لتحقيق أهدافه السياسية واستخدامه السياسة الخارجية لبلاده كأداة لذلك. وقد سارع ترامب الذي تعهد بكشف مضمون محادثاته مع الرئيس الأوكراني لوصف هذه الخطوة بالتحرش الرئاسي، بينما رفضها الجمهوريون بحجة دوافعها السياسية. This election is over. هذه الانتخابات انتهت. أدرك أن الانتخابات الماضية لم تجري بالطريقة التي كانت ترغب فيها بيلوسي، لكن لا يمكنها أن تغير قوانين هذا الكونغرس وتقرر بشكل أحادي المحاكمة البرلمانية. ويعتقد المحللون أن مسار محاكمة ترامب برلمانيا سيكون محفوفا بالتحديات والعقبات القانونية والسياسية، خصوصا مع تخندق الجمهوريين في صف الرئيس. من المؤكد أن يفشل هذا التحرك في مجلس الشيوخ، فمن المرجح أن الجمهوريين لن يصوتوا لمحاكمة الرئيس برلمانيا إلا إذا كان هناك شيء جسيم قد حدث فعلا. وكان مسؤول في المخابرات الأمريكية قد تقدم بشكوى لدى مكتب المخابرات القومية بشأن ما دار بين ترامب والرئيس الأوكراني، وسط تقارير عن أن الرئيس الأمريكي سعى لاستخدام مساعدات بقيمة حوالي 400 مليون دولار للضغط على كييف لإجراء تحقيقات ضد بايدن وعائلته. يأخذ الصراع السياسي في واشنطن بعدا أكثر استقطابا بعد هذا الإعلان، فمع استمرار الجمهوريين زي ما شفتوا مشاهدينا، الموضوع ليه علاقة بالمكالمة الهاتفية اللي كانت ما بين دونالد ترامب والرئيس الأوكراني، اللي طلب فيها دونالد ترامب إنه رئيس أوكرانيا يحرك الاتهام أو تحقيقات ضد جو بايدن اللي هو يعتبر المرشح الديمقراطي اللي بيواجه اللي يعني اللي نزل بالفعل للانتخابات الرئاسية القادمة في أمريكا، وابنه هانتر. وترامب النهارده كان او من امبارح برضو بعد ما الدنيا دي قامت كان قال ان هو هيتم طرح المكالمه، محتوى المكالمه دي، وبالفعل تم طرح محتوى المكالمه النهارده. ولكن عايزين السؤال اللي هو المهم جدا اللي الكل بيطرحه، هل هذه الازمه ممكن ان هي بالفعل تؤدي الى عزل الرئيس الامريكي دونالد ترامب؟ وايه ابعاد الازمه دي؟ وايه ردود الفعل اللي موجوده حاليا في نيويورك وواشنطن؟ وكان في مؤتمر صحفي للرئيس ترامب منذ قليل. والحقيقه يسعدنا ان احنا يكون معانا الاستاذه هبه القدسي مدير مكتب الشرق الاوسط بواشنطن، وهي كانت حاضره كل ده وهنفهم منها ابعاد اخرى. استاذه هبه بنرحب بحضرتك معانا. استاذه هبه، ايوه مع حضرتك، اهلا بيكي معانا وبنشكرك جدا بالرغم ان احنا عارفين ان مجهود كبير جدا اليومين دول في الامم المتحده والمؤتمرات الكتير، ولكن حضرتك قدرتي تكوني معانا. الناس عايزه تفهم، واحنا كنا اتكلمنا قبل كده على موضوع العزل، ولكن النهارده يمكن الامر مختلف قليلا بالنسبه لمكالمه هاتفيه حدثت بالفعل. نعم، القصة من بدايتها في عادة القادة رئيس ترامب يتحدث مع رئيس أوكرانيا، لكنه في إطار هذه المكالمة التي استغرقت 30 دقيقة طلب منه خدمة.
وهي التحقيق في تورط هانتر بايدن ابن جو بايدن المرشح الديمقراطي للمنافسة وأبرز المرشحين في مواجهة الرئيس ترامب في انتخابات 2020. طلب من الرئيس الأوكراني أن يتم التحقيق أن يقوم له بهذه الفتنة وهو أن يرى ماذا تورط ابن جو بايدن في هذه التحقيقات في هذا التورط لبعض شركات الغاز في أوكرانيا. وفي خلال المكالمة تحدث الرئيس ترامب حول المساعدات الأمريكية العسكرية لأوكرانيا. هو أستاذة هبة هم بيقال اللي اطلعوا، أنا لم أطلع على لأنه تقال لنا 5 صفحات محتوى المكالمة، ولكن مزبوط. كان بيقال أنه ما تطرقش للجزئية دي بشكل مباشر. ما هنا هو الخلاف الآن على العبارات المستخدمة. نعم. وما إذا كانت تلمح لشيء معين أو تؤكد أو تعتبر دليل على تورط معين. نانسي بيلوسي اتهمت الرئيس أنه يستخدم منصبه ويستخدم سلطاته كرئيس للبلاد في محاولة التأثير. لكن فحوى الرئاسة البعض النظر إلى الورقات الخمسة وإلى محتوى مدعيها لا، ليس هناك دليل يدعو إلى يعني التحقيق في استغلال الرئيس ترامب للسلطة. ثانيا كان هناك اليوم اجتماعات ما بين موظفي البيت الأبيض في واشنطن وبعض كبار الجمهوريين في البيت الأبيض، اطلعوا على هذه على فحوى المكالمة قبل أن يتم يعني إعلانها للإعلام الأمريكي وللكونغرس الأمريكي. معظمهم وجد أنه لا يوجد فيها ما يدين الرئيس بحيث يسمح للتحقيق، وبالتالي خطوات impeachment أو عزل الرئيس. الجانب الآخر هو كيفية التفسير القانوني لفحوى الرئاسة وكلمة أو فحوى أو ربط هذا بالمساعدات وربطها بالنتيجة كلها ستكون محل مهاترات ونقاشات سياسية لفترة طويلة. رئيس ترامب منذ مجيئه إلى البيت الأبيض وهو يواجه اتهامات تواطؤ مع روسيا، محاولة يعني دعم تواصل مع روسيا لتقديم الدعم لحملته، وكل ذلك قوبل بمزيد من التأييد والمساندة من قبل الجمهوريين للرئيس ترامب، ومزيد من المناصرة من قبل مؤيدي ترامب من القاعدة الانتخابية لرئيس ترامب. طب هل هذه المرة سيكون هذا التأييد أيضا؟ أو السيناريو اللي حضرتك شايفاه من خلال ما تم، يعني يمكن زي ما حضرتك قلتي الموضوع هيطول، لكن من خلال الرؤية الأولى كده نقدر نقول السيناريو هيمشي إزاي؟ السيناريو حاليا هو أن الديمقراطيين سيسيرون في مسألة التحقيقات ومحاولة فرض أو محاولة إثبات أن الرئيس ترامب يستخدم سلطاته بحط منصبه للتأثير على أو الضغط على دولة أخرى للتدخل وإظهار معلومات تفيد إلى مرشح جمهوري مرشح ديمقراطي منافس للرئيس ترامب. في النهاية زي ما بيقول المثل المصري العيار اللي ما يصبش يدوش. فهي الفكرة هي مهاترات سياسية، لا يعني يمكن لكثير من القانونيين التدخل ومحاولة يعني إنكار هذه الاتهامات، وبالتالي محاولة إثباتها من قبل الديمقراطيين وإنكارها من قبل الجمهوريين، وسندخل في جدال وسجال سياسي طويل حول هذا الأمر. في نهاية الإدارة الأمريكية يعني مسار عزل الرئيس يستدعي ثلثي الكونغرس بمجلسيه اللي هو 67 صوت تقريبا من المجلس الشيوخ، مضبوط. وهناك 53 عضو جمهوري في مجلس الشيوخ، وبالتالي سيساند الحزب الجمهوري بكافة أعضائه الرئيس ترامب بشكل كبير، ولا يملك الديمقراطيين بهذا التكتل الجمهوري ضدهم
لم يملكوا سلطة أو الحصول على ثلثي الأعضاء وبالتالي عزل الرئيس. لكن المسألة كلها تدخل في سياق السجال السياسي والقانوني ومحاولة يعني إثارة التساؤلات والتشكيك في الرئيس ترامب واستخدامه للسلطات. ستستمر لفترة طويلة لكنها لن تؤدي بالتأكيد بكل التأكيد إلى أي تأثير داخل الكونغرس أو إلى أي خطوة فعلية لعزل الرئيس. طيب هو النهاردة كان المؤتمر الصحفي لترامب وكان ليه تصريحات طبعا منها أنه يجب توخي الشفافية تجاه تجاوزات جو بايدن في أوكرانيا، وأيضا كان بيتحدث طبعا أنه هو بيدعم هذا التحقيق الشفاف، واتهم الجمهوريين واتهم عفوا الديمقراطيين بتهديد الرئيس الأوكراني. فإلى أي وكنت برضو سمعت أنه كان في تسجيل لجو بايدن شبه أنه بيعترف بأنه هناك نوع من أنواع الضغط اللي كان على الرؤساء الأوكران أو في أوكرانيا الرئيس السابق أو حاجة زي كده. فهل حضرتك ممكن برضو تفهمينا الجزء ده بالنسبة لإيه اللي تم من تسجيل كان بصوت جو بايدن ورد فعل على المطالب دي النهاردة أو تصريحات دونالد ترامب في المؤتمر الصحفي النهاردة؟ نعم، كان هناك بالفعل مؤتمر صحفي للرئيس ترامب في أحد الفنادق في نيويورك للحديث، تتركز الحديث أكثر على هذه الاتهامات. ترامب قال أن الاتصال كان ودودا وخطوة جيدة من إدارة الرئيس ترامب بنشر هذه نفس الحادثات حتى يبدو أن الرئيس يتمتع بقدر كبير من الشفافية وأنه لا يخشى أمرا ما لأنه لم يقم بشيء يعتبر خاطئا. في نفس المحادثات وفي الخمس ورقات التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية الأمور تبدو وكأنها يعني محادثة عادية ما بين اثنين من الرؤساء، لا يبدو فيها نوع من الضغوط. يعني اتهامات الرئيس ترامب للديمقراطيين هي بالفعل هي محاولة للتأثير وعلى الناخب الأمريكي واستغلال الأمور على صعيد الانتخابات الأمريكية. لكن في النهاية يبدو موقف الرئيس ترامب قويا إلى حد ما، لكن هذه التداعيات ستستمر، محاولة التأثير على الناخب الأمريكي ستستمر. يعني جاية برضو في إطار المحاولات الديمقراطيين لكسب رئيس من الديمقراطيين يعني في الجولة اللي جاية. هي محاولة لإظهار أن الرئيس ترامب يعني يخشى جو بايدن كمرشح منافس له في الانتخابات القادمة، أنه يستغل سلطته كرئيس للدولة في إلقاء يعني أو كشف فضائح لمنافسه. لكن في النهاية التحقيقات بشأن ابن نائب الرئيس جو بايدن كانت محل تحقيقات في السابق، وبالتالي ليس يعني الإعلان عنها ليس فيها شيء جديد. هناك الكثير يعني من الجدل حول هذه المكالمة. لو كانت الرئيس ترامب يعني أخشى هذه المكالمة أو رفض إخراج محتوى هذه المكالمة كان يمكن أن يكون للديمقراطيين حق وأذان صاغية في الاستماع لاتهاماتهم لرئيس ترامب بأنه يستغل سلطاته، لكن مع إظهار فحوى الرسالة مع أنها أمر يعني ليس واردا في البروتوكولات السياسية الرسمية أن يتم الإعلان عن محادثة ما بين اثنين من قادة الدول، يعني عادة بيصدر بيان من كل دولة عن ملخص المكالمة وليس النص الأساسي أو تفريغ المكالمة بشكل بالكلمة يعني ماذا دار فيها. لكن الآن بعد صدور نص هذه المكالمة يبدو أن الرئيس ترامب يتمتع بقدر كبير من الشفافية، يتمتع بقدر كبير من الثقة. إذن يعني يكونوا أعلن، البعض بيقول إنه ما كانش مفروض يعمل كده، ولكن كونه إنه هو أعلن بإنه أو يعني سمح بنشر فحوى المكالمة دي، ده يعتبر في صفه يعني في صالحه. بالضبط،
بالضبط. يعني عندما يتم اتهامك مثلا باستغلال سلطتك والحديث عن شيء معين، اسهل شيء تروفت مثل ذلك. انا يعني ليس لدي ما اخفيه، ليس لدي ما اخشاه. ولكن الامر هيطول، يعني احنا اذا بنبص لهذا الامر فبالفعل التحقيقات هتبدا في مجلس النواب وهو ذو اغلبيه طبعا بالاغلبيه الديمقراطيه، وانه الامر بعد كده كان كنت سمعت برضو انه في احتمالات مجلس الشيوخ اما ان هو يرفض او ان هو يطرحه او انه يعني يبتدي يصوت على العزل ده. هل ده فعلا يعني ده ممكن يعني ممكن يحصل انه بعد التحقيقات دي مجلس الشيوخ اساسا يرفض ان هو يتحدث او يعني ينظر هذا الامر؟ بس انت عندك مثال قوي في تحقيقات بخصوص التورط الروسي في الانتخابات في 2016، استمرت هذا يعني الادعاء والاتهام في عنق يعني مربوطا به عنق الرئيس ترامب منذ مجيئه للبيت الابيض في 2017 وحتى وقت قريب في صحيح أعلن وزير العدل أنه لا يوجد أي أدلة تشير إلى أي تواطؤ ما بين حمل ترامب الانتخابية والجانب تمام. لكن التحقيقات والكلام عن هذا الادعاء وهذا الاتهام استمر لمدة عامين. أيوه. فأنت أمامك عام بأكمله من الـ يعني السباق الانتخابي والصراع الانتخابي، وبالتالي تحاول الديمقراطيين استغلال ذلك سياسيا. ايضا داخل الكونغرس الامريكي زي ما ذكرتي مجلس النواب اغلبيه ديمقراطيه، وبالتالي سيحاول الدفع بهذه التحقيقات للمضي قدما وسيحاول رفعها الى مجلس الشيوخ. لكن هذا التكتل ما بين الاعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ وانه يملك الاغلبيه داخل مجلس الشيوخ سيتصرف بالتالي بقوه في مساندة الرئيس وبقوة في رفض أي حتى أي تصويت أو المضي قدما في صرف أموال في هذا التحقيق، خاصة أنه لديه حجة قوية أن الرئيس تمتع بقدر كبير من الشفافية وأفرج عن هذه عن مستوى المحادثة، وبالتالي ليس هناك يعني داعي لهذا التحقيق، وأن المحادثة تشير إلى يعني مكالمة ودية ما بين اثنين من القادة. طيب بالنسبة للمساعدات العسكرية اللي هي 400 مليون دولار، هل بالفعل وصلت ولا كانت بالفعل مرهونة، أو يعني في هناك يعني نوع من أنواع التوقع لأن ما فيش ما يشير إلى أنه يعني حجبها لحين التحقيق فلسه ما وصلتش مش كده؟ بصي، عادة الاتفاقات لمساعدات عسكرية بتكون أمدها أو فترتها فترة طويلة. يعني لما تمضي عقد على أن أنت هتشتري أو هتاخدي مساعدات عدد معين من الدبابات، عدد معين من الطائرات المقاتلة، بيتم تصنيعها لصالح هذه الدولة التي ستحصل على هذه المساعدات العسكرية، وبيتم بالتالي شحنها على مدى من الأسابيع والشهور. يعني إنما الضغط الأمريكي أحيانا، أنا هنا أتكلم بشكل يعني مطلق وليس في هذه المساعدات الأوكرانية بشكل عام بشكل خاص، أنا في المطلق وفي الحديث العام المساعدات العسكرية بيكون ما بتبقاش في لحظتها نقول هنعمل مساعدات عسكرية النهاردة وفي خلال أسبوع توصل. عادة بتاخد وقت طويل. ثانيا، ممكن أن تقوم الدولة التي تعطي هذه المساعدات بنوع من التأجيل، يعني التسويف، التحدث ببعض الأعذار حتى تضغط سياسيا على دولة أخرى. هذا أمر معروف في أروقة السياسة الأمريكية وفي أروقة المجتمع الدولي بصفة عامة. ماذا تملكي من ليفرج، من مزايا، من قدرات على التأثير؟ أحيانا التأثير بيبقى مجرد بأحاديث ودية طلب أو التأثير بالضغط المالي أو الضغط المساعدات سواء مالية أو عسكرية. وصول هذه المساعدات العسكرية لأوكرانيا هل تمت أم لا؟ يعني ليس لدي معلومة مؤكدة عنها، لكنها لقاء
يعني بالمصادفة كان هناك لقاء آخر ما بين رئيس ترامب والرئيس الأوكراني على هامش جمعية العمل المتحدة، ويبدو أنه لا يوجد ما يعرقل أو يعيق وصول هذه المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وأن رئيس ترامب يتمتع بعلاقة جيدة مع الرئيس الأوكراني. تمام. يعني لا يوجد ما يعرقها في الوقت الحالي. صحيح. طيب معلش يعني هنخرج من موضوع العزل لموضوع آخر يمكن له علاقة. كانت هناك أقوال بأنه أو محاولات من ماكرون وتوقعات بأنه هيكون في لقاء ما بين روحاني رئيس الإيراني وما بين دونالد ترامب. البعض بيقول أنه نظرا لهذه الأخبار اللي كانت يعني بتشير إلى محاولات عزل الرئيس ترامب، فبالتالي روحاني كانت له الكلمة اللي كان تحدث فيها النهاردة اللي بما معناها أنه هو مش هيكون في مفاوضات مع الجانب الأمريكي إلا بعد يعني ما تتشال العقوبات. هل حضرتك شايفة أنه ممكن يكون له علاقة فعلا بأنه شايف أنه مش هو الرئيس اللي قادم وأنه كان ممكن يكون في مفاوضات لولا موضوع العزل ده، ولا الأمر مختلف؟ هو طبعا إيران تترقب بشكل كبير نتائج الانتخابات في نوفمبر 2020 وتحلم وتتمنى أن يأتي رئيس ديمقراطي وبالتالي تعود إلى عهد الرئيس أوباما، يعني إلى أوباما وإلى ما روجه الديمقراطيون وقت إجرام الاتفاق النووي في 2015 أنه كان اتفاقا جيدا للغاية. لكن تفاصيل الاتفاق بحلول أكتوبر 2020 سيتم رفع الكثير من العقوبات بموجب هذا الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، سيتم رفع الكثير من العقوبات الدولية على إيران، ستتمكن إيران من مواصلة برنامجها النووي. أيضا يعني ما قام به الرئيس ترامب هو فرض عقوبات ومزيد من العقوبات، وصباح اليوم أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرض عقوبات على كيانات صينية لأنها ساعدت إيران في نقل بعض في تهريب بعض النفط الإيراني. العقوبات سلاح قوي جدا دون تأثير ثاني فيما مثل خيار الصدام العسكري أو مواجهة عسكرية. لذا تستخدم يعني يستخدم الرئيس ترامب في سلاح العقوبات بشكل كبير. إذا ما استمر إذا ما فاز الرئيس ترامب في انتخابات 2020 وهذا هناك بعض المؤشرات التي تشير إلى حظوظ عالية، لكن في النهاية الانتخابات صعب التنبؤ بنتائجها وهناك دائما مفارقات ومفاجآت في طول انطلاق الانتخابات. إذا ما فاز احتمال أن يفوز الرئيس في هذه الانتخابات احتمالات عالية، إذا ما فاز ستكون يعني ستكون يكون موقف الإدارة الأمريكية أقوى في التعامل مع إيران. أيضا كان هناك على هامش جمعية العمل الأمم المتحدة في نيويورك هنا نوع من التفاعل الجيد من قبل الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، لأن هذه الدول التي وقعت على الاتفاق النووي كانت تستهدف الإبقاء على هذا الاتفاق، وبالتالي كانت كما ذكرتي الرئيس ماكرون كان يحاول رأب الصدى ومحاولة تضييق الفجوة ما بين ترامب ورئيس روحاني ومحاولة عقد لقاء مباشر، ولكنه لم ينجح يعني في النهاية. لم ينجح واعترف أنه بحث ولا تجد. إذن يعني هنتابع زي ما حضرتك قلتي، وإنه ممكن يكون طبعا في إطار يعني الصراع أو السباق الانتخابي هيكون في مفاجآت أخرى، وهنشوف طبعا ما يحدث من تحقيقات وأمور أخرى جديدة خلال الأيام اللي جاية. بشكرك شكرا جزيلا أستاذة هبة القدسي مدير مكتب الشرق الأوسط واشنطن، شكرا جزيلا لحضرتك.
زي ما شفنا كده، لان هو ده السؤال اللي يعني اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هل بالفعل هيتم عزل دونالد ترامب ولا لا؟ او حتى موضوع الاخوان بقى وفيديوهاتهم والناس اللي تابعين للاخوان بيقولوا الرئيس السيسي اه شفت بقى انت رايح يعني تقابل ترامب وتستقوا بترامب، اهو ترامب هيعزلوه، وكان مثلا هيعزلوه بكره مثلا، وان الموضوع زي ما سمعته كده موضوع هياخد وقت طويل. يعني حتى قصه لان هو الموضوع مش عزل، هو الموضوع في التحقيقات عشان العزل مش عزل يعني. فالتحقيقات دي بتاخد وقتها وبتاخد يعني امور كتيره قوي، زي ما ذكرت برضو استاذه هبه ان حتى التحقيقات بالنسبه لتورط دونالد ترامب بالنسبه مع روسيا في وتاثير ده في الانتخابات الامريكيه اللي فاتت قعد سنتين، وبالتالي ان احنا بنتكلم عن انه وقت طويل قوي برضو يعني هيستغرقه موضوع هذه التحقيقات. بالنسبة طبعا بايدن كان رد على الأمور الخاصة برضو بأنه يجب عزل ترامب وأنه لازم ترامب يقدم المعلومات المطلوبة. بايدن بيحاول يدافع عن نفسه بالتأكيد ضد ما قيل عنه أنه في اتهام بالفساد برضو، أنه في ضغوط سياسية كانت تمت وتهديدات تمت منه. وحتى دونالد ترامب النهاردة أكدها في المؤتمر الصحفي أن بايدن كان يعني كان هدد الرئيس الأوكراني القديم والجديد يعني. وبالتالي زي ما بقول لكم بايدن بيدعو طبعا للعزل، وبيدعو أن يكون في معلومات كاملة تقدم بالنسبة يقدمها ترامب ويقدمها البيت الأبيض حول هذه المكالمة الهاتفية. الأبيض بنشر فحوى المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني. هذا ما طلب به نائب الرئيس السابق جو بايدن وتمناه دونالد ترامب. الرئيس الأمريكي أكد حديثه عن بايدن وابنه خلال المكالمة متهما إياهما بالفساد. لقد كانت محادثة جيدة جدا، تبادلنا التهاني في غالبيتها وتحدثنا عن الفساد في معظمها أيضا، جميع الأساليب المعتمدة في الفساد، خاصة وأننا لا نريد أن يقوم مواطنون كما فعل نائب الرئيس بايدن وابنه بنشر الفساد في أوكرانيا. الصحافة الأمريكية أفادت أن ترامب ضغط على فلوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني أكثر من مرة للتحقيق في اتهامات تتعلق بتهديد بايدن بوقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إذا لم يتم صرف أحد مسؤولي الادعاء من الخدمة. هذا المدعي كان آنذاك يحقق في قضية تخص شركة غاز على صلة بهانتر بايدن، اتهامات نفاها المنافس الأبرز لدونالد ترامب في الانتخابات المقبلة، منددا بالأساليب المعتمدة من قبل الرئيس الأمريكي. المعسكر الديمقراطي دعا من جانبه إلى عزل الرئيس الأمريكي من منصبه بعد هذه الفضيحة، فيما أكد رئيس لجنة المخابرات بالكونغرس ضرورة مساءلة ترامب في حال ثبوت تهمة الضغط على الرئيس الأوكراني. في المقابل يرى وزير الخارجية ماك بومبيو أن التحقيق مع جو بايدن أصبح ملحا إن أثبتت الأدلة حمايته لنجله. زي بتشوفوا كده انه محاولات بقى انه لا ده انتوا حققوا مع جو بايدن وابنه في الامور المنسوبه ليهم من فساد. كمان ترامب كان اول تعليق ليه ان هو كان بيقول ان هو يوم مهم في الامم المتحده، فهناك كثير من العمل والنجاح، ولكن الديمقراطيون ده تعليقه على كلمه نانسي بيلوسي امبارح ودعوتها يعني لعزله. فكان بيقول ان الديمقراطيين تعمدوا تعكير هذا اليوم اللي هو كان يوم هام امبارح بالنسبة للأمم المتحدة، وبيقول إن هي بالمزيد التعكير بمزيد من أخبار قمامة مطاردة الساحرات، هذا أمر سيء جدا لبلادنا. وده طبعا على تغريدة على موقع تويتر أكد ترامب إن الخطوة من جانب بيلوسي والديمقراطيين هتعزز من فرص إعادة انتخابه. وكان ترامب نفى إنه في أي ضغوط، وعشان كده أعلن المحتوى المكالمة يعني. فدي اهو such an important day في United Nation، وعشان وانه كان في عمل ونجاح كتير قوي، وان الديمقراطيين هم اللي عكروا يعني عكروا صفه او عكروا طبعا هذا النجاح. ناتي بقى لموضوع المكالمة اللي هي تسببت
بالنسبة للموضوع الخاص بالمكالمة اللي البيت الأبيض بالفعل نشرت نص المكالمة اللي كانت ما بين الرئيس الأمريكي ورئيس أوكرانيا، والنص كان بيقول إن هو بيطلب منه خدمة بالتحدث مع محامي رودي جولياني والمدعي العام ويليام بار من أجل فتح التحقيق في قضية الفساد المتورط فيها هانتر ابن جو بايدن. ما ظهرش في المحادثة تهديد ترامب للرئيس الأوكراني ولا موضوع إن هو مش هيكون فيه حجب أو مش هيكون ما تقالش ده حكاية حجب المساعدات العسكرية في حال رفض إجراء التحقيق، والرئيس الأوكراني كان رد على طلبات ترامب بأنه سينظر في الأمر ويدرس إمكانية فتح التحقيق مجددا. وبالتالي النص ده موجود زي ما قلت لحضراتكم في 5 صفحات. في بعض يعني الأمور كده زي ما ذكرت برضو الأستاذة هبة وزي ما اتكتب يعني تلخيص للنص ده، أنه كان بيقول ان احنا ترامب كان بيقول ان احنا هنعمل حاجات كتيرة علشان خاطر اوكرانيا، هنحاول نساعدها واكتر بكتير مما تقدمه الدول الاوروبية، وانه قال ان هو تحدث مع انجيلا ميركل اللي هي المستشارة الالمانية، ترامب يعني قال له رئيس اوكرانيا بشأن اوكرانيا، وان هي مش بتقدم اي حاجة لكن احنا هنقدم الكتير، وقال له بيقول له انا بس بطالب منك خدمة عشان بلدنا مر بالكتير، احنا عارفين ان في واحد من الناس سرق اموالكم الخاصة. فهو كان بيتكلم على موضوع طبعا الفساد وابن وهانتر ابن جو بايدن، وقال له احنا وعايزك تتواصل مع المدعي العام ويليام بار، وهيتواصل معاك برضو المحامي علشان يبتدي فتح تحقيق في الموضوع ده، وانه احنا تخلصنا خلاص من روبرت مولر، واعتقد ان ده جيد بالنسبة لاوكرانيا، وبالتالي المدعي العام الجديد هيتعاون معاك، وانه قال له ان التحقيق تم، انا سمعت ان التحقيق تم اغلاقه، ده امر غير عادل، فاحنا عايزين وان في ناس متورطين في قضية الفساد دي، ويعني حاول يكون في تواصل مع جولياني ومع ويليام بار علشان خاطر يحصل التحقيقات. فبالتالي دي كانت يعني باختصار كده النص، لكن رئيسة مجلس النواب كانت بتقول ان ملخص مكالمة ترامب تثبت سلوكه الذي يدمر نزاهة الانتخابات بعد اطلاعها على نص المكالمة، وقالت انه ده يعتبر طبعا بيهدد الامن الوطني. التسقيفة دي اللي كانت في اجتماع اللي فات يعني كانت كل الناس نشرينها دلوقتي على اساس انه بقى ايه ده انتصار لنانسي بيلوسي. المهم برضو كان نيويورك تايمز كانت بتقول ان ترامب مستعد لمعركة عزل كان توقعها منذ فترة طويلة، ومن ساعة ما مسك الحكم واحنا شفنا قد ايه فعلا محاولات العزل والمحاولات يعني استهدافه والتحقيقات اللي تمت في الفترة اللي فاتت كلها، ولكن تم تبرئته من كتير من هذه الاتهامات خلال الفترة اللي فاتت. وكان برضو صحيفة نيويورك تايمز قالت انه كانت بتقول انه ترامب مستعد، وانه لم يسبق في التاريخ الامريكي ان واجه رئيس تهديدات جدية بالعزل مثلما واجهها دونالد ترامب، وانه هو مستعد للمعركة الجديدة اللي ظهرت امس. مئات الالاف من التغريدات طبعا موضوع كلمة عزل ترامب او هاشتاج عزل ترامب كان تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، لانه زي ما بقول لكم من ناحية الاخوان فرحانين وبيتكلموا عن انه السيسي وشوفوا بقى وتستقوى يا سيسي بترامب وخلاص هيحصل عزل لترامب، ومن ناحية تانية ناس كتيرة بتتساءل هل فعلا هيتم عزل دونالد ترامب ولا لا. وفي النهاية زي ما قلنا انه الشيوخ لما يتم التحقيقات الامر بيرفع للشيوخ الامريكي، وعلشان يتم اصدار قرار بالعزل لازم يصوت 67 من اعضاء الشيوخ واللي هم ثلثي الاعضاء، وده طبعا هنشوف هيحصل ولا لا، او الامر ممكن يناقش او يدخل حيز انه يدخل للشيوخ ولا لا، وده موضوع هيطول جدا. لكن الشيوخ الأمريكي كان أقر تشريع لإنهاء الطوارئ اللي كان أعلنها ترامب على الحدود، وده بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز. كان ترامب أعلن في فبراير الماضي حالة الطوارئ الوطنية في محاولة لاستكمال تمويل جدار على الحدود على المكسيك، وقال إن هو هيوقف الغزو اللي بتتعرض له بلاده. مجلس الشيوخ أقر تشريع لإنهاء هذه الحالة من الطوارئ. في انتظار ايه اللي هيحصل، وهنشوف كل الجديد بالنسبة للمواضيع دي كلها. وبناء عليه زي ما قلت لكم كمان كان كتير قوي من التصريحات اللي كان صرح فيها اللي صرح بيها دونالد ترامب في المؤتمر الصحفي النهاردة
انه هو كان بيتكلم على انه تهديدات من بايدن، وبيتكلم ان هو برضو جو بايدن بيتهم ترامب بانه شخص يعتقد ان بامكانه القيام بما يريد دون حسيب او رقيب، وكشف البيت الابيض عن المكالمات. واخر حاجه خالص، اخر تصريحات كان قالها دونالد ترامب حول موضوع جو بايدن، موضوع الشفافيه، انه يجب ان يكون هناك شفافيه، وانه يجب تجاه تجاوزات جو بايدن اللي هو زي ما اتكلم بومبايو انه لا، انتوا لازم تبصوا على الانتهاكات اللي قام بيها والفساد اللي بيقوم بيه جو بايدن وابنه، مش مجرد انه يعني الامور كده تروح ناحية المكالمة وتسيبوا أساسا الموضوع الأساسي اللي هو هل في فساد وتورط هانتر بايدن، في فساد وتهديد للرئيس الأوكراني السابق والجديد ولا لا. ده كده الموضوع الخاص بدونالد ترامب والدعوة للتحقيق والدعوة في النهاية للعزل.